ده انت بتنشن حلو قوي. احنا في مولد شايفني واقف وصاد عصافير، انت ايه اللي جابك؟ مشتري ارض الغردقه رجع في كلامه. ايه؟ عايز يستنى لحد ما القضيه اللي المحافظه رفعها علينا يتحكم فيها. الراجل ده مجنون؟ اكيد مجنون. هو مش المحامي شرح له ان المحافظه لا يمكن ترجع في العقد بتاعها واحنا هنكسب القضيه؟ هنكسبها يا باشا. يا باشا الفلوس اللي هتدفع كتيره قوي، والراجل برضه خايف من لبش. السيوله اللي كانت معانا حطيناها في المكن الجديد، هنجيب فلوس منين عشان نصنع فيرونيكا؟ ايه راي سعادتك نرجع في عقدنا مع فيرونيكا؟ يا واد النصاحه اللي انت فيها دي، وان شاء الله هنجيب الشرط الجزائي منين؟ انا عاوز افهم انت مين عينك مدير مالي؟ حازم ابن حضرتك صاحبي انا الانتيم، اجبرك تشغلني عندك. حازم، حازم كل الكوارث بيجيلي من ورا حازم. خلاص ناخد قرض. قرض بقى واجراءات، ومفيش بنك حيوافي يدينا اي قرض في الظروف المهببه دي. مش بقولك انت مدير مالي فاشل؟ طب ايه راي سعادتك ان في بنك خليجي فتح في مصر وسامع ان ناوي يضخ مبالغ ضخمه جدا ومحتاج عملاء كمان؟ مش بقولك انت اشطر مدير مالي انجبته مصر؟ اسمه ايه البنك ده؟ البنك اسمه ايه؟ ايه؟ ايه يا مايسترو؟ انت بنك الشرق. ورئيس مجلس الاداره اسمه، لحظه واحده، فؤاد الملط. فؤاد الملط؟ احنا كنا دفعه واحده في الكليه. لا 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 انساه انساه انساه، ده راجل نمكي وما يعرفش ابوه. يمكن اتغير يا باشا، ده انتوا سايبين الكليه من يجي 70 سنه. نعم، بس حضرتك لسه شباب. عندك حق، يجوز نغير. طيب بس احنا قبل ما نروح له ونكشف ورقنا ليه، عاوزك تعرف لي عنه كل حاجه، يمكن نلاقي السكه نخش له منها. تتقشر وانا ازقز يا باشا. رياضي ومالوش اصحاب، خروجته الوحيده هو تراك النادي. صارم جدا في شغله، يعني رخم. وريني بقى حضرتك هتعمل معاه ايه. اخلع انت بسرعه، اخلع. ايه ده؟ ايه يا اخي؟ مش حاسب يا كابتن؟ ايه؟ مين؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ فادي الملط. معقول؟ بدران كامل؟ أيوة. والله زمان يا بدران. وحشني يا فؤاد، والله وحشني قوي قوي قوي. يا والله ما اتغيرت يا فؤاد، طول عمرك نشيط ورياضي. يا يا محاسن، يا ليلى. وانت برضه ما اتغيرتش. ليه؟ عينك زايغة. لا انا بس بمرنها عشان ما تعطلش. طول عمرك دمك خفيف يا فؤاد. يا فاكر يا فؤاد؟ والله ايام. فاكر ايام امتحان المحاسبه؟ فاكر لما بوست ايدك عشان تغششني وانت كنت هتبلغ المراقب عني؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى. انا ربنا كرمك. ماشي. انت كنت فاشل في الكليه وبقيت راجل اعمال قد الدنيا. الحمد لله. على فكره انا دارس الاقتصاد والسوق كويس قوي. بقول لك يا فؤاد، ما تيجي نقعد في التراس نشرب لنا فنجانين قهوه، لان فعلا انا مشتاق لقعدتك الحلوه. طب ما تيجي نلف اخر ست لفات الفاضلين. ايه الرخامه دي؟ فندم؟ لا بقول لك حاضر تحت امرك. هم سته ولا خمسه؟ ستة. ولا اتنين؟ ستة. سته. طيب عشان اتفضل حضرتك. اتفضل. هاي هوب. ايوه. معقول يا بدران؟ اصل حازم ابني كان يا دوب عنده 10 سنين ساعه لما امه توفت. الله يرحمك يا سوزي، وحشتيني. وابنك اكيد بيساعدك في الشغل. الا بيساعدني. يا ده هو دراعي اليمين. المهم انت بقى عامل ايه واحوالك ايه؟ هو ايه الزود يا كابتن؟ فيش الا الترابيزه دي؟ ما الترابيزات كتير قدامك اهي. سلمى بنتي يا بدران. اهلا وسهلا. انا اسف يا بنتي، معلش اللبس هو اللي لخبطني. اهلا وسهلا. عمك بدران كامل عشره قديمه. ماشي. سلمى تبقى كابتن فريق كره القدم النسائيه هنا في النادي. كره القدم؟ ما شاء الله. اللي هي بتاعت ابو تريكا وشيكابالا وكده. ايه ده؟ ايه ايه فاول؟ بتشرب قهوه عريق يا بابا. هو اللي غصب عليا. لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص. احنا هنشرب لبن. انتوا طبعا عارفين ان اللبن ده حاجة مفيدة جدا. البيض. البيض بقى بيكمل القيمة الغذائية. ده انا ما بمشيش من غير بيض. ألاقيش ربع جبنة رومي؟
يا سلام بقى لو ضربت لك شوب كده على الصبح تبقى وحش. اتفضل اتفضل. انا لا معلش قافليني انا. لا 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 لازم تسمع الكلام طبعا. انت مش شايف وشك مخطوف ازاي؟ مين اللي خطف؟ مش عايزين بقى لوك لوك، دي فيها كميه كالسيوم رهيبه. ايش يا بابا؟ حاضر حاضر. وايه لزوم الكالسيوم ده كله واحنا بنسمن؟ اشرب بقى. حاضر. بس بقى انا يا كابتن انا جايه يا فرج. بابا هروح الجيم اعمل تقويه على عضله السمانه. بالتوفيق ان شاء الله. ايه مواعيد الزباله دي؟ ايه على فكره الكالسيوم ابتدى يشتغل. عايز دول بيضربوا بعض. معلش هي طريقتها ناشفه شويه لانها دايما في الجيم وفي الملاعب ومع فرج وكده يعني. و كابتن فرج اللي الذهب البنيه في مناخيرها ده خاطبها؟ لا فرج تبقى مدربة الأحمال هنا في النادي. بنت برضو. فرج بنت؟ بنت؟ يا راجل يا فؤاد كنت في مخلوع من ساعتها. للأسف بنتي مش مرتبطة. ولا يهمك يا فؤاد، إن شاء الله إن شاء الله ربنا حيرزق بنتك بابن الحلال قريب قوي. يا رب، ده يبقى أسعد يوم في حياتي. ويا ريت اعيش واشوف اليوم اللي يبقى لي حفيد صغير اخده في حضني واقعد ابوس فيه. امواه امواه امواه. فؤاد انت كده هتشفطني. اطمن يا فؤاد، في شباب كويسه كتير. انا عايز واحد يشيل في عينيه بعد كده انا اشيله فوق راسي، مش هخليهم محتاجين لحاجه ابدا. دي بنتي الوحيده. يا عين عليك يا حازم. اتجوز يا بابا؟ الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، ده انت من اسبوع عمال تقول انزل على كل غصن شويه، خليك حر زي الطير. لما حسيت ان انا بكلم مدحت صالح. يا حازم افهم، انا يا ابني انا نفسي قبل ما اموت اشوف لك زوجه، اشوف اولادك، العب معاهم واخدهم في حضني. حازم العمر بيجري يا ابني. يا بابا بس احنا مستعجلين على ايه؟ بقى بعد الصياعه اللي انت صيعتها في حياتك دي كلها جاي تقول لي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني ما انا هجيب لك اي حاجه، ده انا هجيب لك عروسه تفرح، عروسه تشرح القلب. ايوه هو ده اللي باخده منك يا بابا. بص يا بابا انا مش هسمع كلامك تاني، انا كل ما اسمع كلامك بلبس بعد كده. المره دي يا بابا انا ليا شروط. وامرني يا سيدي. ايه هي شروطك؟ بابا انت تعرف نانسي عجرم؟ نانسي؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش نانسي؟ حلو، ايه اللي بيعجبك في نانسي؟ رقتها. إليسا، تسمع عن إليسا؟ إلا أسمع عن إليسا. بتحب إيه في إليسا؟ عينيها. هيفا دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها. حلو، أنا بقى عايز هيفا على نانسي على إليسا مضروبين في الخلاط كده هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، أنا عذرك أنا عارف. هو إيه اللي هيفا وإليسا ونانسي؟ أنت عاوز واحدة تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤوليه. بقول لك يا بابا من الاخر، حلوه ولا مش حلوه؟ يو يا حازم بقى، حلوه ايه ومش حلوه ايه؟ الله يا ابني افهم، الجواز ده موده ورحمه. ايوه بقول لك يا بابا فكك من الشويتين دول، حلوه ولا مش حلوه؟ حازم يا ابني الحاجه الوحيده اللي اضمنها لك انك هتشوف حاجه عمرك ما شفتها ولا هتشوفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بذمتك بذمتك ده دراع واحدة بنت. سيبي الزفت ده بقى وفهميني، يعني انت مش عايزة تقابلي الراجل، انت عايزة تكسفي أبوكي قدامهم؟ أبوكي ادى كلمة خلاص. يا ماما من فضلك احنا قفلنا موضوع الجواز ده من زمان. يا بنتي يا بنتي كل بنت مصيرها الجواز. وبعدين أبو الراجل محترم وأنا عارفه كويس، يعني حازم ده ابن ناس، شوفيه مش هتخسري حاجة. أنا الجواز ده مش في دماغي أصلا. ليه بس كده يا بنتي؟ عند إذنكم بقى أنا عندي تمرين. الله، انت ليه عايزه تعملي فيا كده وما تقابلهمش؟ يا بنتي يا حبيبتي يهديكي ربنا يا حبيبتي، ما تصغريش ابوكي قدام الناس دي، وبعدين ما فيش حد هيغصبك على الجواز، دي مجرد زياره. حاضر يا ماما. السلام عليكم. السلام عليكم. بنتك دي هتشلني. معلش معلش يا حبيبي، ما انت عارف كويس قوي ان بنتك ما بتطقش سيره الجواز. حالها مش هيتصلح الا لما تتجوز وتبقى ام. لازم انا وانت نعمل المستحيل عشان الجوازه دي تتم باسرع ما يمكن. سلمى جايه حالا. انما انت حازم مش شبه بابا خالص. الحمد لله قدر ولطف. نعم اقصد لا بابا احلى مني طبعا طبعا. النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده. شكرا.
مين دي؟ الشغالة. إذا كانت الشغالة كده مال العروسة تبقى إيه بقى يا معلم؟ شوف أنت بقى. مساء الخير. تعالي على مهلك، تعالي اتفضلي ادخلي، اتفضلي يا عروسه. ده النسكافيه خير يا جماعه، كل ده خير. اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه. انت مش قلتي لي البس ملون؟ ما هو ملون اهو. سلمي على بدران بيه وحازم. اهلا وسهلا. عيش لو اخذه بقى. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامه رجلك يا بنتي. شفت، كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبنت، قامت بنت على غطه قصاني. وانت يا حازم غاوي كوره زي سلمى كده؟ في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه. على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجيش في دمه يبقى ما عندوش نخوه. طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده؟ هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه؟ قول لي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو؟ هي السلساو نفسه. الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم. يا نهار اسود، مش عارف السلساو؟ منتخب البرازيل. ده انت جاهل جاهل يعني. الحق بنتك هتطفش الراجل ده، ان ما كانش طفش اساسا. طب انا بقى هقوم اجيب لك التورته اللي انا عملتها بايدي علشان. ايوه قومي معايا. يلا قومي 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 يلا. على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيب الكوره؟ ودي بقى لما احب اعملها فرحه اعمله فين؟ في الصاله المغطاه؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط. انت محتاج زوجه تقف جنبك كتف في كتف. دي ملهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما اعرفها باصحابي اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحده زي دي هتجيب لطافه ورومانسيه منين؟ انا حازم بدران الحلم اي بنت مراهقه هيحصل فيه كده. ايه حازم بدران؟ حازم بدران يا سلام يا اخويا. انت فاهم يا انت؟ انت الوحيد اللي مقطع السمكه وديلها. ياه. شوف بدران بقى، انا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحده كانت تقع في دباديبي على طول. ومع ذلك لما جيت اتجوز اتجوزت امك. قصدك مامي وحشه جدا؟ ايه قصدي، انا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفت راجل. ايوه بابا، ماما وقفت جنبك وقفت راجل، انما انا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني انا هجيب لك من الاخر، المصنع ممكن يتقفل في اي لحظه يا حازم، وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس من العبيط. الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى. ده الحكايه كده؟ عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا، ده جواز، ده جواز يا بابا. انا قلت لك اتجوز دلوقتي، شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فتره التعارف؟ خلاص مسألة في ايدك انت، طول في فتره التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلعة ونخلع. احنا هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق. ادي اول بندقية رش. ايوه. وادي تاني بندقية رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. حاسب حاسب انت هتصطادني انا. حلو اقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت بطي صوتك ليه؟ الله في بطي ما بناها البط ده يا عم. تعال نصطاد سمك، ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك مؤتمر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ شش، الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. شش، اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط، والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. طول عن النضاره. ولع الساعة دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟
وصل. ألف حمد لله على سلامة. أنا أنا اذبح وحشي وتخلص يا عم مجدي. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم اهبل من اوله. هي تضربني بالبندقية وابويا يضربني بالرجل. ما كانش انا اصغر الا ابويا يخزني بمطوه ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من اساس. حازم الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطة هو اللي هيديكوا القرض. يا اخي بس لغي البت دي. يعني ده انت خبره خبره. في ايه في ايه انت عملت ايه حازم؟ ايه في رشه واحده مش عارفه اطلعها. ليه محتاجه خطاف. ايه ده حرام عليكم. دي مش طريقه فرجة على فيلم رومانسي كله احاسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم انت ومال رومانسيه؟ انت اخك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت دي. انت ما عندكيش دم. انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي اقسم بالله همسع بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا انت لو كان معاكي راجل كان عارف يلبك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دبع في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم. ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر. اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي. طب تعالى لي بقى. انا عرفي يعني كده. انت خسرت يا ساتر. يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ عامل له ايه بقى؟ حظه كده. وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت. كنت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان الواحد يبت فيه. شهر؟ يا طيب معلش انا هبعت المدير المالي ينسق مع إدارة الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد من غير ما تقول يا بدران الجواز اسمه ونصيب واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بتغرغر في عيني. قال لي يا بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا بحندقه كده وطبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا. اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت. نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ دور فؤادي كله داخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه ابعت لك مهندس الديكور بتاعي وفي ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت لك حق الخميس الجاي قريب قوي يبقى الخميس اللي بعده. مبروك. الف الف مبروك.
ركز معايا شويه. جرى يا عم انت جواز مش هتجوز، شلني من دماغك. يا حازم يا حازم، فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي، فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباه لقيته بينك طلب قد كده هو تخلى بيه. تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. دليل ادب وسافر. الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخد الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي. البنت دي يا اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني. برضه تنفع في وقت زنقه. لولا عادل لو قاعد في مكان لقيت شاب سيز بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبق له وشه خليه ما ينفعش. تعال مريض يا جدع، ده اقل واجب والله. بس انا رايي يا جماعه كده ادوله فرصه. جاز ما خدش باله ليه؟ عصفوره قدامه اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالعه من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، هفهمه غلطه ولو ما فهمش منكحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلطه خلاص، وعلى راي المثل هزها احسن من غزها. هو الحمام زحمه قوي كده ولا ايه؟ ابويا وامي ضاغطين عليا ضغطه سودا قوي يا كابتن. لا وقال ايه؟ مفيش خطوبه، جواز على طول. ابوك بيصيح. عارف ان حازم ده لو في خطوبه مش هياخد في ايدك منت وهيوم. انا جربت معاه كل حاجه، واضح انه وتبت. اوعي تستسلمي وتخلي ابوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش انت راس حربه، يعني لازم تكوني خف ريشه، لكن بقى جواز وحمل ورضاعه. لا 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 طبعا، مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا. شويه هيفوقوا. الو. ايه؟ طيب انا جاي حالا. في ايه؟ استني يا كابتن. بابا سلامتك. ماله يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ ما خبيش عليكي، القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. فلا الله ولا فالك، اعوذ بالله. يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي، هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له. اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه